يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأربعاء 4/9/2024، نحن الآن بسوق الحلال بمحافظة إدلب شمال سوريا. قبل ما نبدأ التصوير يا شباب، عملنا جولة بالسوق فلاحظت أنه أكثر اللي قام ينباع هو البضاعة الخفيفة، فطيمة، خروف، جدي، يعني سعر 150 دولار، 100 دولار، أكثر شوي أقل شوي. وكل السوق شغال. في ناس تكتب لي بالتعليقات أن السوق سيء، لا، السوق الحمد لله في تداول وفي بيع وفي مشترى. لإعلاناتكم على قناتنا يا شباب اتصلوا معنا على هذا الرقم، اللي بده يعمل إعلان لمركز أعلاف، لمزرعة، لمطعم، أي شيء يتواصل معنا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. واتمنى منكم الاشتراك بالقناة ومتابعة الفيديو حتى النهاية والضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله خوش خرافي يا شباب، كويسات. أبو عمر ايش قد سمت الخراف يا أبو عمر؟ ورد عن سوق 215. 215 دولار، ما أعطوك شيء يا أبو عمر؟ اليوم لا والله. والله زينات الخراف. هذا الربط الفور يا أبو عمر ولا بدن شوي؟ بدن الربط مو؟ اي والله كويسات ما شاء الله. ايش قد بين وزن هذا ابو عمر؟ 35 37 مو؟ زينات والله. كان من غنم عنده شكل بعض كلهم ما شاء الله. هذا رجع من الدلال ابو زياد من انشط ربوب بهالسوق. يا رجال كيف زياد؟ هذا 280 دولار. فطايم ورادي يا شباب 140 دولار عند عمنا ابو زياد. هاي هي فطايم، فطايم ورادي يا شباب عند عمنا ابو زياد، فصل هن هيك بس سعرها. اعطوني 75 مصروات بس ب 300 مشان ما تجي. اعطوني 50 والله على 3 جوز فطايم يا شباب ورادي. هل ورادي صغار في الدنيا؟ فصلهم فصل ب 300 دولار. خراف خراف عفوا. جوز خراف ورادي فصلهم فصل ب 300 دولار، 150 150. وهذن الفطايم اللهم صل على النبي قال 140 نسيت انتم تذكرون. اللهم صل وسلم على النبي. والله يرجع ابو زياد يا شباب دائما في زحمه ما شاء الله تبارك الله. كويس والله بالسوق يا شباب، بس تقريبا اكثر شيء احس الفطيمه قام ينباع اكثر من الخروف، ما اعرف ليش. انا هيك شايف. قد عدد المعز هذا عندك عم ابو احمد؟ كم راس؟ 15 راس ها؟ معز بلدي ما شاء الله تبارك الله. والله بيها ضرار طيبه ما شاء الله. بيها حليب ها؟ اللهم صل على محمد. ايش قد سمتن عم ابو احمد؟ ايش قد سمتن؟ ما شاء الله تبارك الله. ما اعطوكم شيء؟ 200 دفع 200؟ جباره كلها بقلب بعضها. والله بيها ضرار طيبه يا اخي. اللهم صل على محمد. كلها فتايه ما بي لا هرمه لا شطور لا عوره. نعم. بس معز. بجبلي وبلدي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد فصلنا عم ابو احمد؟ والله صرنا 225 بيع لانه متوازين علينا دفع. على ورقتين وربع نبيع ان شاء الله. علينا دفع اليوم عندنا دفع 13. شلون هالسوق عم ابو احمد؟ والله
والله أعرف طيمة على الخروف على الجديد. البضاعة الخفيفة مو؟ الله يرزقكم. اليوم يا شباب احنا عند عبيد الطويل أبو جاسم. ايش قد سمت هالنعاج هاي أبو جاسم؟ أنا السومة 4 4 دولارات، ما أعطوك شيء 83 85 ما أعطوني ورقة. وهاي القراجير؟ فطايم بربع رايه ما بلاقيها 4 دولارات ربع ما انباعت هاي ما هديك بعد ما بر هيك كيف ما شاء الله تبارك الله هناك الكبش بعناه هذاك صار لي اللهم صل على محمد المصوف ها مش قد صار كبش ايه الكبش صار ب4 وربع ايش قد وزن تقريبا طلع 98 كيلو هاي اندفع بيها 3.5 ابو جاسم اللهم صل وسلم على نبينا محمد ايش قد بيها وزن هاي ابو جاسم فوق 30 ها كويس السوق اليوم ابو جاسم يعني قصدي انه اكثر شيء قام ينباع الفطيمة الخروف انا شايف لك الفطيمة بحركه اكثر من الخروف لانه اكثر من واحد قال لي الخراف المثل ايش قد اسعارها اليوم هاي معلم اعطونا 64 4 دولارات و60 على الخمسة ها فصل فارمها فرم والله صار الربع نبيعها رايه مرتاح يشتغل على مرتاح الله مستعان لسه ما نسمع كويس السوق ولا مو زين ولا زين ولا شنو والله بارد في برود يعني الله يرزقك ابو جاسم وبالنسبه لجامع سيدنا خالد بن الوليد يا شباب ببلده شلخ شمالي محافظه ادلب اللي متابعنا يعرف الموضوع يعني نحن اطلقنا حمله عشان جمع التبرعات لتغيير فرش المسجد الفرش يعني تلفان ووضعه تعبان جدا فالحمد لله الله اكرمنا يعني وجمعنا اكثر من 75% من تكلفه فرش المسجد والله علينا مبلغ بسيط يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا فضل شيء بسيط إن شاء الله يعني بلكي الله سبحانه وتعالى يعيننا قبل ما يدخل البرد يعني بهالشهر أنه نلحق نمد المسجد لأنه إذا دخل البرد يعني يصير فرش المسجد بدك تطلع السجاد وتشطف المسجد وتنظفه فممكن يصير فيه صعوبة يعني أي نعم لعل الله سبحانه وتعالى يعيننا فشباب اللي يقدر يوصل صوتنا لأي إنسان يقدر يساعد لا يقصر نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا والحمد لله خدمة بيت الله عز وجل شرف عظيم لكل مسلم أن الله سبحانه وتعالى يستخدمك الخدمة بيت من بيوتي هذا شرف عظيم هاي نعاج عشرة أشوف لكم أسعار العجل العشرة اليوم عند عمنا أبو محمد الذيب ذيب الدلالة شلون عمي أبو محمد الله يوفقك إيش قد سمتها نعجات العشر إيش قد سمت هذا العشر عمي ما أعطوك شيء نعم والله هدي بس سومه شوي طيب اي والله يا اللهم صل على محمد هاي ايش قد سمت الفطايمه صغار النعمه 120 انباعني يا شباب 120 دولار شلون السوق اليوم عمي محمد ما عجبك ها اللهم صل على محمد الله يرزقك عمي محمد اذن يا شباب نعجات ولد عند اخونا سامر كذلك نشوف لكم اسعار الولد المية بس ما يكون الغليص والله ما نغلي الحمد لله العويدر عويدر ها العويدر للشيخ هويمن ايش قد سمتون هذا البضاعه جاء نسوم من 4 لربع على 6 نعجات ما شاء الله ما شاء الله 6 نعجات 2 و4 افطار اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله غنم زينه والله ماشي على 3.5 نبيعها عمي 3.5 نبيعها ما شاء الله تبارك الله شلون السوق ابو سمره والله يا خايل هذه بسمه بدايه قليله حركه البيضه الله يرزقك ابو محمد حبيب القلب الله يسعدك والله خوش نعجات ما بلا هرمه لا شطور لا عوره ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يرزقكم بضاعه زينه والله بضاعه كويسه شو عند اخونا سامر يا شباب الشيخ عويد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعجه طيبه والله ابو ضرتها طيبة الصلاة والسلام على رسول الله شنو سنها؟ رباعية ثاني بطنها؟ ثاني بطن وراها خروف ولا فطيمة؟ وراها فطيمة مثل الغزال ما شاء الله تبارك بالله بضاعة طيبة ونظيفة خوش نعجة والله ايش قد سمتوا ابو؟ والله اعطونا 375 ندفع بها 375 اليوم اللهم صل على 400 الله يرفع اللي يشتري على 400 نمشيها ما نوقف ولا دقيقة الله يرزقكم الله يرزقكم ابو سمره عند سامر يا شباب نعجه طيبه والله نعجه طيبه 3.10 ابو علي ابو علي السراوي يا شباب ما شاء الله وين الغليون ابو علي الغليون الراس ما ابو كيف يستاهل قطعه سوم قطعه يا عويد ايوه ايش قد
ايش قد سمتنا ابو سمراء؟ والله ما ننسوم انا 3.5 بياعين. عشر عشر؟ عشر كفالة هاي حطة ثنية. صلى الله على محمد. ثنية رباعيا عجل. ثنية رباعيا عجل. حنطونا به 925 دولار. وندفع به 925 دولار. على الألف الله يربح اللي يشتري. يا الله يا رب ما شاء الله تبارك الله. العجات عمر وزينات. ما ملزوم على المصاري. وراعينه كويس. الطلاب هينوا جنبه. لأن عشر أبو محمد. على كلام ما تكفل ما تكفل شيء. كان شوف لكم اسعار البضاعه المي مكفوله 10 شباب. فتايه مو فتايه؟ ايش قد سومتن يا ابو محمد؟ ان شاء الله صحه وهنا. تاكل حد انت تاكل حد ها؟ كويس. هرموناتك طيبه الحمد لله. اي نعم. مش ما انطوك شيء؟ يعطوني 250 اما يعطوني 300 اما يعطوني 300. مش هالكلمه. شلون هالسوق ابو محمد؟ والله تعبان. تعبان ها؟ غلبي بس هذه تعبان حركة ما. من لقيت الدلال يضرب صندويش معناته السوق مو نشط. والله يا شباب هذا سوقنا يعني عملنا فتلة بالسوق من أوله لآخره، هاي حركة البيع والشراء يعني، والبضاعة شكل بعضها ما في تنوع، ما في شيء جديد. إي نعم، ولكن الأسعار كويسة وفي تداول الحمد لله، في تداول الناس عم تشتري. الله يرزق الجميع، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الله يعطيكم العافية، وكذلك مثل ما قلنا لكم يا شباب للإعلان على قناتنا التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة.